اف ام، الحدث بعيون ليبية. السلام عليكم، إليكم نشرة الأخبار المفصلة من المنارة اف ام، تقدمها لكم نهلة هاني. قال بيان صادر من مديرية الأمن الوطني ببنغازي تحصلت المنارة على نسخة منه، إنها ستشرع بالتعاون مع قسم المرور والتراخيص والغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول المركبات التي تتجول في المدينة بدون لوحات معدنية ومعتمد الزجاج. وأهابت المديرية بسائقي المركبات بتسوية الأوضاع القانونية لسياراتهم ونزع التعتيم من على زجاج السيارات في مدة أقصاها شهر من نشر هذا الإعلان. ألقت دوريات الأمن الوطني التابعة لمديرية أمن بنغازي القبض على أحد الخارجين عن القانون وهو في حالة شروع لاستهداف مركز شرطة الحدائق بقاذفين RPG، حيث ضبطت السيارة بعد ترصدها والاشتباه فيها بحسب ما نشرته صفحة مديرية الأمن الوطني بنغازي على الفيسبوك. وضبط بحوزة الفاعل قواذف RPG وعبوات ناسفة وخرائط لمرافق لبنغازي، منها معسكرات الجيش ومباني الشرطة. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي ضابط تحقيق من مركز شرطة الحدائق سيد فرج العرفي. السلام عليكم سيد فرج. سلام حبتين. سيد فرج، بداية ضعنا في ما هي آخر التحقيقات التي توصلتم إليها بخصوص هذه الحادثة التي كانت على وشك الحدوث؟ طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحب النو صحي هو طبعا ما سمعناه ليلة البارح في إذاعة سيبي الأحرار من السيد عمر الحاسي، نعم، بخصوص الاعتداء اللي حصل ليلة أول أمس على مركز الحدائق. نعم ليلة الأحد. نعم. فهو أدعى أن ما تمش القبض على حد، القضية هذه بيشوفوها الناس أن هي قضية عادية تم القبض. نعم سيد فرج، نتمنى أن تغير المكان المتواجد فيه حتى يكون التغطية مجال أكثر لنسمعك بوضوح. نعم سيد فرج. أحوال حكي. للأسف. نعم. ألو. تفضل. نعم سيد فرج، نحن في الاستماع. لعلنا نعيد الاتصال بسيد فرج حتى يكون الاتصال أوضح، ولكن ننتقل إلى مسؤول الملف الأمني بالمجلس المحلي بنغازي سيد محمد التايب. السلام عليكم سيد محمد. عليكم السلام ورحمة الله. سيد محمد، الوضع الأمني في بنغازي بعد تشكيل غرفة مشتركة لتولي حماية أمن المدينة، ولكن نشهد كل هذه الأحداث على أيام متتالية أو متوالية، فما الذي يحدث؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتموها؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو لا شك أن الوضع الأمني في بنغازي لا يخفى على الناظرين. نعم. والوضع فيه تدهور، ولكن في نفس الوقت إن شاء الله يكون في حالة تعافي، يعني بداية بشوية بشوية إن شاء الله نلاحظ بعض التحسن، وخصوصا بعد وعود السيد الوزير عشر شوائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق له. ففي بعض الإجراءات حتتم وبعض الإجراءات لكن طبعا فيه نتمنى بس أن الأخوة دائما أن يتحلوا بنوع من التثبت وعدم الاستعجال في نشر الأخبار، وكذلك نشر حتى الشائعات، يعني بشوية بشوية من تثبت الجريمة على الفاعل. نعم. وتثبت الطريقة، وفي نفس الوقت نطالب بالأخوة في المراكز الشرطة يعني حتى أنهم يضمنوا الناس كرافقين إعلاميين إن يذكروا، طبعا لا شك إن مش تفصيلات الواقعة مثلا كيف تمت، ولكن إنهم يخرجوا ليعطوا اطمئنان للشارع، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لبنغازي. نعم، ولكن سيد محمد تحدثت عن اطمئنان الشارع، إذا كيف سيطمئن وكل هذه الحوادث تسجل أو تقيد ضد مجهول؟ هذه طبعا كلها تكون في مسؤولية المحققين، يفترض أن يكون عندنا نوع من التحقيق زي ما نقوله نحن المحترفين، يستطيع أن يكتشف بعض خصوصا في قضايا القتل. نعم، إذا لا يوجد لدينا محققين محترفين. نعم، يعني يكونوا أكثر وأفضل احترافا، يعني في بعض القضايا لما تقيد 20-30-100 قضية ضد مجهول معناها في خلل حتى في الجانب التحقيقي الجانب الإجرائي، ولكن في نفس الوقت يكون فيه قضاء بحق يقيم الحق والعدل، يعني خصوصا في قضايا القتل اللي تعاني منها البلاد.
وقضايا الاغتيال لما يثبت على شخص انه هو قاتل فعلا وتنتفي عنه جميع الموانع نعم. فيفترض ان هناك من يقوم بال... لكن نشوفه نحن في السجن ان بعض الناس القتلة للأسف نعم. جريمة كبرى وما زال يتمتع بالأكل والشراب وحتى ممكن حتى يعني بوضع حمل طبيعي ولابد من زجر وردع في هذه الجرائم خصوصا نعم. ولكن سيد محمد الوضع يحتاج أيضا إلى تحليل، كيف تتابعون تلك الأوضاع كل هذه الحوادث مراكز الشرطة التي يتم اختراقها ببساطة ويتم القتل أيضا ببساطة ومع ذلك نسمع أن هناك غرفة مشتركة؟ هو لا شك أن كلها كانت هذه النتائج للإجراءات السابقة والخطط السابقة ممكن غير صحيحة يعني نقوله أو ضعيفة في المدة الماضية اللي كانت في فترة الوزارة السابقة لعل عندما سلب الله أعلم ممكن مع نتائج المساءلات وغيرها ممكن تبين أشياء ولكن الحقيقة أن لابد أن في إجراءات معينة لابد من إقامة الحق والعدل لابد يعني من القضاء على ظواهر معينة كيف ظاهرة البطالة والله عدم وجود السكن وعدم وجود فرص العمل هذا كله يسبب في زيادة بل تتفاقم خاصة مع عدم استقرار الوضع الأمني سيد محمد ولكن ما نعم. الذي اتخذتموه الآن خاصة بعد تعرض مركز شرطة جاريونس بالأمس لتفجير من قبل أيضا مجهولين ما هذه الإشكالية هي هذه المجهولين هذه المشكلة يعني لابد أن تبين الجهة وتنعرف الجهات اللي تقوم بالاعتداءات حتى الواحد يتبين يعني نحن الإشكالية عندنا أن حتى إشكالية عرفية مش إشكالية نعم. إشكالية قانونية فقط لأن القدر ما فيه قانون إن مثلا يفترض أو شرع يزجر الفعل عن الجريمة القدر ما فيه عرف كذلك يعني أهالي القتيل أو أهالي المصاب أو أهالي المخطوف نعم. أو أهالي المسروق مثلا تلقاهم أحيانا تصرف تصرفات يعني شنيعة كذلك يعني مثلا شخص لما يقتل شخص فأهل المقتول يجوا يحرقوا البيوت ويحرقوا الدنيا كلها نعم. فإشكالية حتى هي فنحن نتمنى أن قصة قيدة ضد مجهول أو يعني خوف من قاتل أو غيرها تنتفي لكن فلان الفلاني هذا دار وفعل وكذا كذا لكن لما أحيانا بعض الجهات يعني تحمل جهات معينة ويحمل شخص معين يعني ما لم يفعل فهذه إشكالية حتى نافي العدل نعم وإذا نفي العدل ونفي فطبعا بالتأكيد لن تكون هناك استقرار نعم إذن لكن إن شاء الله نحن متفائلين خير بال يعني بهالإجراءات الجديدة وبالنشطة الجديدة من الجميع يعني الحقيقة يعني من ثوارنا ومن الشرطة ومن الوزراء ومن رئاسة الوزراء مركزين على هذا الجانب ونسأل الله سبحانه وتعالى ربي يوفقهم إن شاء الله. نعم إذن المسؤول عن الملف الأمني بالمجلس المحلي بنغازي السيد محمد تايب كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى ضابط تحقيق من مركز شرطة الحدائق السيد فرج العرفي مرحبا بك من جديد سيد فرج. سيد فرج قبل انقطاع الخط تحدثت عن تصريحات أو تعليقك عن تصريحات قد أدلى بها المحلل السياسي سيد عمار الحاسي. نعم ربما لم يكن الصوت واضح لعلك تعيد لنا ما أخبرتنا به. صحيح أنا طبعا في اللي كنت في الاستماع البارح لإذاعة ليبيا الأحرار فاستمعت السيد عمار الحاسي وهو يحلل ما حصل الليلة التي قبل ليلة أمس نعم. من اعتداء على مركز الحدائق وأول الموضوع ولأن أساس أن الناس جمعت على المركز وما تمش ضبط أي شخص كلام هذا عاري على الصحة هو طبعا أحد المطلوبين حوالي 13 محضر تم القبض عليه وهو داخل المركز جو طبعا مجموعة من البلطجية حاولوا يحدوا على المركز نحن التعليمات اللي عندنا أن يتم حماية المركز وليس حماية أو التعامل مع الناس في الشارع أو قتل الناس نعم تم حماية المركز والشخص قاعد داخل المركز ويحدهم رفضية بالعامة اللي ما تحفظ التغيير فهذه حبة أما يحكي مرة أخرى يأخذ مصداقيته في الكلام من نفس المكان وما يخش بليشة السيد عمار الحاسي نعم نعم ما يخص ما ح... نعم ما يخص الخبر الذي معنا الان نعم. ما يخص بحيث نبتعد على اشاعات التعليمات الصادره من السيد مدير الامن بالاستيقاف امام في الشوارع المحيطه بالمركز تمت حضور سياره نوع نيسان نعم. رفضت الاستيقاف تمت مطاردتها تم ضبطها حاول احد الاشخاص اللي فيها انه يقوم بتفجير نفسه تم التعامل معه وضبطه ضبطت السياره عده متفجرات واسلحه كثيره نعم. وخرائط إعداد متفجرات عن طريق النقال ووحيد هو بالكامل بجميع محتوياته إلى جهات الاختصاص نعم إذن هل كان وقت ما تم إلقاء القبض عليه كان يستهدف مركز شرطة الحدائق؟ لا غير صحيح
نعم. إذا تعامل معه وضبطه وحيلة جاءت. نعم، إذا لم تتوصلوا من خلال القبض عليه إلى شخصيات أخرى، إلى من يتبع، إلى أي تنظيم؟ نحن باش نوضحوا لك مر الحاسي، نحن ناس عسكرية وانضباطية، فبعض الأمور هذين مكلفات بعض بهم بعض الجهات، نحن نقوم بالضبط ورحالة جهات الاختصاص، يسأل عنها جهات الاختصاص. نعم نعم، ضابط تحقيق من مركز شرطة الحدائق سيد فرج العرفي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هو للتأكيد مرة لو سمحت لي. نعم تفضل سيد. على السيد عمر الحاسي نتمنى هو تحدث فيه بالإحرار، نتمنى يتأكد معلوماتي. نعم بالطرح. نعم لعلنا سنستضيف أيضا أو نعم أو الجانب الثاني ما كان يحرض عليه ليلة أمس. نحن أهل مكة أدرف شعابها، نحن نعرف كشرطة من ممكن يقودنا، ونحن مع السيد وزير الداخلية السيد عاشور شوايد. نعم. قلبا وقالبا، ومع الشعب الليبي قلبا وقالبا. نعم. ونحن ما نشفي انتظار السيد عمار الحاسي يقول إن هذا ينفع وهذا ما ينفع. نعم سيد فرج العرفي، لعلنا سنؤمن مداخلة مع سيد عمر الحاسي المحلل ليرد على هذه التحليلات التي قد أدلى بها البارحة، شكرا جزيلا لك. تعرض مركز شرطة جاريونس بمدينة بنغازي لتفجير من قبل مجهولين ليلة الاثنين، مما أسفر عن بعض الأضرار المادية بالمبنى. وبحسب صفحة مديرية الأمن بنغازي على الفيسبوك، فقد تم ضبط السيارة التي باشرت بمحاولة تفجير مركز شرطة جاريونس بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار. وشهدت ضواحي مدينة بنغازي ليلة البارحة مواجهات بين الشرطة والقوة الوطنية المتحركة مع هذه المجموعات دون حدوث أي إصابات في صفوف الشرطة. نفت مديرية أمن بنغازي ما تناقلته بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي بأن كتيبة درع ليبيا القوى السابعة أو ما كانت تعرف باسم بسرايا رف الله السحاتي وكتيبة 17 من فبراير، نفت بأن لديها يد في الهجوم على البحث الجنائي. وأضافت المديرية في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي أن قوة من الإسناد الأمني من شرق البلاد أتت لمساندتهم في مدينة بنغازي، وستظهر التحقيقات الجارية من هم وراء هذه الاغتيالات بالأسماء والتوجهات والتنظيمات، مشيرة إلى أن هناك من يريد إسقاط أشخاص بعينهم، ولا زالت التحقيقات جارية بسرية تامة. ومن جهته نفى الناطق باسم كتيبة درع ليبيا رف الله السحاتي سابقا فرج المجبري للمنارة بأن تكون للكتيبة أي علاقة بالهجوم على مديرية الأمن بنغازي. وقال المجبري في نشرة سابقة للمنارة: مرحبا بك أخي طالب، تحية لك وتحية لأخو العاملين في قناة المنارة ولأخو المستمعين. أستاذ فرج، ما علاقتكم بهذه الحادثة بداية؟ والله يا أخي طالب، أنا طبعا أؤكد ما ركزته منذ قليل من كلام الأخ محمد الغرابي أمر قوة السابعة بشأن الأحداث التي جرت فجر اليوم بين كتيبة رفالة السحاتي وهي الكتيبة الثالثة السابعة إلى رئيس الأركان باسم الحالي، ليس لها أي علاقة بكل ما حدث اليوم. وما يخص الاغتيالات، نحن سبق وأن أصدرنا بيان وقد ذكرت ذلك في لقاء أمس أخي طارق، نستنكر مثل هذه الأحداث وليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بما حدث اليوم أمام مديرية الأمن. سمعنا بالقبض على شخص داخل البحث الجنائي، ما علاقتكم بهذا الشخص؟ أيضا هذا الشخص ليس كما يشاع في عبر التواصل الاجتماعي بأنه من أحد أفراد كتيبة رف الله السحاتي، وكما يشاع بأن كتيبة رف الله السحاتي كانت متواجدة اليوم. كل هذه الأخبار عارية عن الصحة وليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الأمور، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وأن يقينا شر الفتن بإذن الله تعالى. أستاذ فرج، برأيك من وراء توجيه الاتهام إليكم؟ الشائعات لم تطال رف الله السحاتي فقط، بل ما تعاني منه بنغازي وليبيا بالعموم هو تناقل الشائعات دون التثبت. ومن وجهه يعني بهذه المناسبة لنا ولكل الأخوة الليبيين من يتريثوا في قبول الأخبار، لأن هذا المخاض الذي مقصوده وهذا الفتن الذي تحدث بالسبب الرئيسي وراء هو كثرة الشائعات ودون التثبت من الأخبار. يعني أستاذ فرج، أنتم تنفون هذه الأخبار، أصدرتم بيان بهذا الخصوص؟ والله نحن بشأن إصدار ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولكن ما تفضل به الأخ محمد غرابي يبدو أنه يكون كافي، ولكن نريد أن نؤكد فقط، وكنا نتمنى يعني بهذه المناسبة أن يقوم الأخوة في مديرية الأمن بإصدار بيان لأن هم الجهة المعنية بذلك، وأن يؤكدوا للناس بأن رف الله السحاتي ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمثل هذه الأحداث. يعني
نفى نائب رئيس الوزراء الدكتور عوض البرعسي للمنارة أن يكون هناك إهمال مقصود من قبل الوزارة بعدم توفير الإنارة للمدخل الغربي لمدينة بنغازي ما يعرف بطريق طرابلس. جاء نفي البرعسي ردا على تعليق ورد في برنامج قضايا وآراء الذي أذيع على راديو المنارة ليلة أمس الأحد، وحمل الوزارة المسؤولية على الحوادث التي تحدث بسبب غياب الإنارة على الطريق. ومعنا عبر الهاتف نائب رئيس الوزراء الدكتور عوض البرعسي للتعليق على هذا الخبر. السلام عليكم سيد عوض. دكتور عوض، الحمد لله، ما هو تعليقك على هذا الخبر وتحميلك أيضا للمسؤولية؟ طبعا أنا أول نقطة، أنا لست يعني وزيرا للكهرباء، اليوم استلم مني الدكتور علي الهريك، هو الآن وزير كهرباء الطاقات المتجددة، اليوم صار الاستلام والتسليم. ولكن أمس يعني لما الأخ اللي كان مذيع تحدث عن اسمي، هو الموضوع موضوع له علاقة بموضوع الإنارة المدخل الغربي. طبعا احنا الإنارة عندنا مشكلة على مستوى ليبيا، مش على مستوى بنغازي ولا على مستوى المدخل الغربي. لو تشوفي الموضوع هذا نحن كنا مهتمين به من بداية استلامي للوزارة، وانا قدمت رسالة ايام المكتب التنفيذي، طلبت ميزانية، وبعد الحكومة الانتقالية اعطيت لي في شهر 8 250 مليون، واكثر مرة تحدثت حتى من خلال قناتكم عليها 250 مليون. بدينا نحن طبعا استمرت خلال ديوان المحاسبة والعقود، الان عندنا عقد ب 45 مليون. بدينا نستجلبه في المواد، الان ان شاء الله المواد حتصل وسيتم العمل بها مع بداية السنة القادمة سنحل الموضوع هذا. طبعا هم جمعنا في المدخل الغربي اغلب الاعمده يدخل، لما دخل الرتل دخول الرتل اللي مشت عليها الدبابات اللي قصفت فادت محولات مضروبه وكذا، هذا هو السبب كان الدمار. نحن كانت مشكله مواد عندنا فقط، ولكن هذا هو السبب. ولكن يقول ان الاخ المذيع لما قال انتصل بي، انا ما اتصلش بي، اتصل بي ورديت عليه مباشره نفس الرد اللي قلت لحضرتك، ان احنا طبعا الموضوع هذا عارفينه، ولكن للاسف الشديد مرينا بظروف صعبه، ميزانيه التحول لم تنزل الا في شهر 6. اعطونا ميزانيه 250 مليون من اعمار ليبيا، استلمناها في نهايه 8. الميزانية هذه هي اللي احنا بدينا بها، زي ما تقولي استدرجنا العروض، استلمنا وبدينا بالتعاقد. الآن المواد بدأت يعني بطريقة الوصول، مع بداية السنة إن شاء الله نقوم بالصيانة لمدخل مدينة بنغازي. لو تلاحظي في عمل قائم عند الكورنيش وفي المدخل الشرقي. شركة الأعمال الكهربائية الآن احنا خلال الفترة اللي كنت موجود فيها تعاقدنا معها، بدأت تصين في يعني بدأت الأعمال المدنية كملت. الآن المواد موجودة، المفروض أن اليوم أو بكرة تطلع من الجمارك وحيبدأ كل الجزر الدوراني يحط عليها الأعمدة الطويلة. أما بالنسبة للأعمال اللي هي لها علاقة بالمدخل الغربي فهو محولات وكذا، بدينا في أعمال صيانة قريبة لبعض الأعمدة، ولكن في أعمدة دست عليها الدبابات وانتهت، ولكن إن شاء الله بعون الله مع بداية السنة خلينا. لكن أنا بلغت الأخوة بقناة المنارة من قبل بهذا الرد، للأسف الشديد تفاجأت أن أحد الأخوة يقول ولا حياة لمن تنادي، أن هذا الأسلوب عندي غير مقبول ومرفوض. بالعكس أنا كان عندي رد من أول ما استلمت ورديت عليك مباشرة. الرد هذا كان مفاجأة لي، وأنا أتمنى أن الأخ اللي قال الكلام هذا يعتذر عن هذا الكلام، وأنا بالعكس رديت عليكم من أول مرة وقلتلكم السبب. وحتى الحلقات اللي السابقة في قناة المنار كنت نعرج على موضوع الإنارة، كانت أغلب الناس لها علاقة بموضوع الإنارة. نعم، لعلنا بمداخلتك دكتور عوض الآن قد وضحت الصورة. دكتور عوض، دعنا ننتقل بك إلى محور ثان، ضعنا في آخر التطورات التي تمر بها الحكومة الآن. والله إن شاء الله بالنسبة للحكومة طبعا كيف ما حكيت لحضرتك اليوم، لأن احنا الآن صار السلام وتسليم بيني وبين وزير الكهرباء الدكتور علي الحريق، والآن إن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله سنقدم العمل الوزارة، سيكون هناك عرض أعتقد حيكون موقول على هواء مباشرة. الحكومة ستقدم خطة العمل للمؤتمر الوطني، هو هذه العرف إن كما يسمى في حكومة المملكة كما يسمى في خطاب العرش. وبعدين طبعا المؤتمر سيرد علينا ببعض، لو عنده أي أراء حول خطة العمل أو كذا يرد علينا. طبعا هذا الموضوع اللي يكون أسبوع هذا، وبدينا طبعا في العمل. نحن الآن مهتمين بأمور كثيرة جدا واجتماعات وكذا، ولكن أهم شيء إن اللي حيحصل أسبوع هذا هو موضوع خطة العمل تقدمها الحكومة للمؤتمر. أيضا الآن بدأت خلال الشهر هذا ستتم مناقشة الميزانيات بالنسبة للوزارات، بحيث مع بداية العام القادم نبدأ بميزانية مش حنتأخر زي السنة اللي قبلها. هذه آخر الأخبار اللي عندنا تقريبا بشارة ستوحة. نعم دكتور عوض، لعلكم على اطلاع بما تمر به بنغازي الآن من توتر في الوضع الأمني، ألا يوجد أي إجراءات طوارئ قد اتخذتموها كحكومة
لا ندري ربما للحد من هذه الأوضاع التي يصفها بالمزرية. الدكتور عاشور شوايل استلم الوزارة يعني أمس وزارة الداخلية وبدأ في العمل. نعم. ما توقعش بين يوم وليلة الأمور يعني إحنا هي تاركة صعبة الوضع. أنا عارف أنا كنت في بنغازي وطلعت منها أمس يعني وعارف الوضع ومستاء جدا اللي حصل، ولكن إن شاء الله نتوقع خلال الأيام القادمة الأمور ستتحسن. نعم. ولكن نتمنى نطلب قليل من الصبر من الناس إن شاء الله يتحملون الأيام هذه. أنا كيف ما قلت لك الحكومة ولدت عرجاء، وزراء لم يعني الآن مازال حتى الآن لم تكتمل، يعني مازال عندنا وزارات ناقصة، ولكن أمس استلم الدكتور عاشور واليوم استلم الدكتور حريق والدكتورة. نعم. كاملة وزير السور الاجتماعية استلمت اليوم، فان شاء الله الامور الاحسن، ولكن نطلب بعض الوقت ان شاء الله نحن لما نحن الامور تثبت عندنا ونبدو الحكومه دورها فعال ان شاء الله ستروا تغيير في الشارع ان شاء الله باذن الله، بس نطلب قليل من الصبر ان شاء الله. نعم. نائب رئيس الوزراء الدكتور عوض البرعسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نشرة الاخبار من المنارة اف ام ما زالت متواصله ولكن بعد هذا الفاصل. المنارة اف ام، الوطن لحظة بلحظة بين يديك. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار المفصلة من المنارة اف ام. تعرض مدير مديرية أمن درنا عقيد مفيد المسوري لمحاولة اغتيال نجا منها وهو في طريقه إلى مقر مديرية الأمن مقر ثانوية الشرطة سابقا، وذكر مصدر أن السيارة التي يستقلها المسوري مع مرافقيه تعرضت إلى وابل من الرصاص من سيارة تاكسي، اخترق زجاج السيارة واستقرت بعض الرصاصات في المقاعد، غير أنه لم يصب أي منهم بأذى. يذكر أن مقر ثانوية طرابلس تعرض للاستهداف بقنبلة يدوية في وقت سابق من محاولة الاغتيال بعد أن عقد فيه اجتماع ضم عدة أطراف بخصوص الوضع الأمني في درنا. يشار أن عقيد مفيد المسوري هو والد الشهيد أحمد المسوري أحد شهداء مدينة درنا من كتيبة شهداء بوسليم في جبهة القتال بالمحور الجنوبي لجبهة البريغة. قال رئيس فرع المراقبة على الأغذية والأدوية بنغازي طارق عوض البرعسي إن كثيرا من المصانع والمنتجات التي تدخل إلى المدينة لا تمر عبر الرقابة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري. وقال البرعسي إن فريقا من مركز الرقابة على الأغذية زار مصنع تعبئة الأرز بالطالحية لأخذ عينات من الأرز تم الاشتباه بأنها منتهية الصلاحية وتم رشها بمبيدات حشرية. وكان وكيل النيابة ناصر الجروشي قد أفاد للمنارة بداية الأسبوع الحالي بضبط كميات كبيرة من الأرز الفاسد داخل معمل تعبئة بمنطقة الطلحية بالقرب من بنغازي. وحول تطورات هذا الموضوع قال رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المهندس طارق البرعسي للمنارة. والله آخر التطورات إن طبعا بعد مشوا المفتشين وإلى عين المكان ومعهم عضو من اللجنة الأمنية المشتركة العليا، وطبعا أعدوا الفنيين تقريرهم بالخصوص، وطبعا خلصت نتائج التقارير إلى 5 نقاط كل على حسب. طبعا لما دخلوا المضرب الرز هو تم فيه مضرب طبعا إعادة تصنيع الرز داخل مصنع اللي هو مضرب الرز، طبعا الرز هو رز خام مع الشهادة هي من المساعة. طبعا احنا سوف بعثنا لمكتب المساعة لنتحقق من هل المستند هذا سليم او مش سليم. 700 طن هذا رز شعير خام يعني مازال يحتاج الى معانا. كم الكمية تطارق معلش كم الكمية؟ طبعا كل على فهمته. فطبعا الرز الخام حوالي 7700 طن هذا رز شعير مازال اكياس رز شعير خام يعني باي. نعم. هذا موجود وسحبنا منه عينه وبرضه دخلناه المختبر. طبعا نتائج التحليل حيطلع عن لاحقا وحنوفي كبير يعني. نعم. عندك نقطة ثانية اللي هو وجدوا أبيض اللي هو مصنع جاهز في أكياس منتهية الصلاحية يعني يمتحن 10 2010 وإلى 10
2012 طبعا يعتبر منتج صلاحية حوالي 2000 كيس في 25 كيلو طبعا. الأكياس هذين وجدوا عليهم حشرات حية وحشرات ميتة، طبعا هذين يعني مخالفة عندنا احنا المواصفات القياسية. عندك النقطة الثالثة اللي هو برضو وجدوا عبوات 50 كيلو فيها رز لا توجد عليها أي بيانات توضيحية، حوالي 1100 كيس تقريبا، برضو وجدوا فيها حشرات حية وحشرات ميتة. فيها اللي هي المشكلة اللي فيها المشكلة منتج جاهز للتسويق أو يعتبر جاهز حوالي 7500 كيس، منتج نهائي طبعا اللي هو العلامة الوديان الخضراء، إنتاج 11/2012 الصلاحية متاعة. المشكلة هنا أن طبعا لعدم وعي الناس هذولا، لأن مش مختصين أو يعني أنه هو وجود أنهم رشين على الأكياس من الخارج مبيد حشري العلامة متاع ملثيون اللي هو المادة الفعالة ملثيون. طبعا المبيد هذا مبيد سام صراحة، يعني رشين على الأكياس من الخارج، يعني هو مكيس في أكياس 25 كيلو، ولكن هم رشين لعملية هم يروها أن هي عملية وقاية من الحشرات، ايوه حشرات يعني المخاجر. لا يوجد خلط بمبيدات حشريه داخل، لا خلط يوجد على من الخارج، يعني يوجد على الاكياس من الخارج ورشين حوالين يوجد على الاكياس من الخارج. طبعا نقول لك ان هذا عمليه ان هذا مبيد حشري بس يقضي على عمليه البهيمه باش ما تنتشرش في الطبع، فهمتوا؟ نعم. ثلاثه كميه اخرى، النقطه الخامسه كميه اخرى حتى هي جاهزه حوالي 10,000 كيسي، ولكن تبتدي نفس العلامة اللي هو الوديان الخضراء، نفس الطريقة الصلاحية اللي هو 11/2012 و11 الصلاحية متاعها 11/2014. 10,000 كيسي هذين ما فيهنش مش مرشوط عليهم لا مبيد ولا شيء، قاعدات في جانب أخرى مروحة. طبعا المحسسين اللي هم الثانيين اللي يتبعوا المركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمغازل تم سحب عينات من 10,000 هذين اللي هن ما فيهنش مش مرشوش عليه المبيد هذا، ودخلناه للمختبر. فيه عندك اللي هو الشعير الخام اللي هو نحن نسمه فيه شعير الأرز الخام، هذا وسحبنا منه عينة، ولكن طبعا في مشكلة هذا اللي هو المبيد الحشري هو الملثيون، المادة على ملثيون هذا طبعا نحن حولنا إن شاء الله لجهة اختصاص اللي هي الهيئة العامة للبيئة يردوا عليه رسمي. طبعا هو سام، يعني هو سام على حسب العبوه هذا موجود عندنا، ولكن الجهه الاختصاص ترد علينا اخرى للتاكيد. يعني هذا بالنسبه يعني للزياره اللي قاموا بها المفتشين امس، يعني ان شاء الله. نعم. ايش تتوقع تطارق بخصوص هذه، خاصه ان المنتج هذا هل المفروض يتم سحبه من الاسواق اذا كان تم توزيع كميات منه بالطارق؟ هو مازال ما جات الاسواق، يعني على ما اظن انه هو كله تم حصره. طبعا نشكر الاخوه هذول في الأجهزة الأمنية العليا صراحة، أنه مجهودات الثوار والشباب هذولا اللي هم ضبطوا الكمية، يعني كمية مضبطة أكثر. المؤتمر الوطني العام في جلسته يوم أمس الأحد توجيه خطاب رسمي إلى الحكومة الانتقالية المؤقتة، يعلن فيه بأنه صاحب الاختصاص الأصيل في تعيين السفراء والقائمين بالأعمال الليبية في الخارج، ويأتي هذا القرار عقب مقترح قدمته للمؤتمر لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر، وصوت بالموافقة عليه 137 عضوا من أعضاء المؤتمر. وفي سياق متصل قرر استدعاء كل رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية الذين تم تعيينهم فيها من قبل النظام السابق، ولو مدد عملهم من قبل المجلس الانتقالي أو المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة السابقة والحالية. واعتبر المؤتمر كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة بإعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية ممن ينطبق عليهم البند الثاني باطلة، كما قرر المؤتمر إغلاق الحدود الليبية مع تشاد والنيجر والجزائر والسودان بشكل مؤقت، وكلف وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية محمد البرغثي بتعيين حاكم عسكري يمنح كافة السلطات ويتخذ كافة الإجراءات لتأمين الجنوب بما في ذلك القبض على المطلوبين وإبعاد المتسللين، وله الاستعانة بمن يراه مناسبا. وطالب المؤتمر الوطني الحكومة الانتقالية المؤقتة بتوفير كافة السبل والإمكانيات لتأمين الجنوب وبسط السيطرة على تلك المناطق.
تعتزم شركة إني الإيطالية استثمار 8 مليارات دولار في ليبيا خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير أنشطتها في قطاع النفط والغاز، إذ تتحرك الشركة لتعزيز مكانتها كأكبر منتج أجنبي للنفط والغاز في البلاد. وقالت إني في بيان لها يوم الأحد إن رئيسها التنفيذي عرض الخطة على رئيس الحكومة علي زيدان ووزير النفط عبد الباري العروسي في طرابلس. وكانت الشركة الإيطالية إني التي تسهم بنحو الثلث في إجمالي النفط في إجمالي إنتاج النفط الليبي أولى الشركات الأجنبية التي تستأنف الإنتاج في سبتمبر من العام الماضي، ويبلغ إنتاجها حاليا 80% من مستويات ما قبل حرب التحرير عند حوالي 280 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي. يعتزم وفد من الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين زيارة ليبيا لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعلنت وزارة التنمية الإسبانية في بيان لها بحسب صحيفة إسبانية أن الوفد يضم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ووزير التنمية أنا باستور وعدد كبير من رجال الأعمال. وأضافت الصحيفة أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، بالإضافة إلى الاجتماع مع ممثلي الشركات الإسبانية والليبية. وذكرت الصحيفة أن باستور سيعقد في إطار هذه الزيارة اجتماعا مع وزراء النقل والإسكان والتخطيط والاتصالات في ليبيا لتعزيز وتقوية العلاقة بين البلدين في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان. والآن مع الأخبار الدولية. انفجارات عنيفة تهز مناطق متنازع عليها في العراق اليوم الاثنين مسفرة عن مقتل 11 شخصا على الأقل. متحدث باسم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الأمين العام أبدى قلقه يوم الأحد إزاء تفاقم أعمال العنف في سوريا، بما في ذلك ما أشارت إليه تقارير عن قتل جماعي ومزاعم عن إطلاق صواريخ بعيدة المدى في الأراضي السورية. فاروق الشرع نائب الرئيس السوري يقول إنه لا يمكن سواء لقوات الرئيس بشار الأسد أو مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة به الفوز في الحرب التي تدور حاليا على مشارف العاصمة دمشق. وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي يقول اليوم الاثنين إنه يجب البحث عن وسيلة لإنهاء حالة الجمود بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي. كانت هذه نشرة الأخبار من المنارة FM، قدمتها لكم أنا نهلة هاني، وأترككم الآن مع الأخبار الاقتصادية والزميلة هندية العشيبي. المنارة FM، الوطن لحظة بلحظة بين يديك.